تبديل النهوض بالجزائر، لكن ونرجع ونعيد الاعتبار بمناطق واقتراحات باش نبنيو، يجب ان نتصدى لها. نحن في اول نوفمبر 1954 خاوتي اخوتي اخواتي، اليوم يجب ان نتجند، يجب ان نعبر، يجب ان نلتزم بالمبادئ المؤسسة لدولتنا والمبادئ المؤسسة لنضالنا لبناء جمهورية ديمقراطية شعبية اجتماعية تتسع للجميع وتعطي الحق للجميع وتكفل حق التنمية والعيش في أمان وطمأنينة للجميع. بلادنا فيها مكون بشري يمكن أن يساهم وبدرجة كبيرة في مسار التنمية. بلادنا فيها من الإرادات، فيها من الالتزام ما يمكننا أن نطور كل الميادين. في برنامجنا الاقتصادي نطرح فكرة جديدة وهي التأسيس لأقطاب اقتصادية ذات أبعاد إدارية اللي من شأنها تعاون كل مناطق الوطن حسب خصوصياتها للنهوض باقتصاداتها المحلية وبالاقتصاد المحلي. نعد بها إخواننا وأخواتنا من سكان الجنوب هي إعادة النظر في الحيز الزمني لساعات العمل وساعات التمدرس، خاصة في فصل الصيف الذي يعرف درجات حرارة قياسية واللي ما يخليش إخوتنا وخاوتنا يخدموا مثلهم مثل سكان باقي مناطق الوطن. نريد أن نؤسس لإشعاع ثقافي ونهضة فكرية تكون مقومات شخصيتنا الوطنية، الدين الإسلامي، اللغة العربية، اللغة الأمازيغية، التفتح على العالم والحداثة.